تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام متابعي قناة الطليعة الفضائية. طاب مساءكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج رسائل بحلته الجديدة. الآن أكو منشورات بالتواصل الاجتماعي وبالوسط أنه البرامج الشعرية ما سلط الضوء على الشعراء الشباب. إن شاء الله أوعدكم أنه برنامج رسائل راح يكون نافذة، وبالخصوص الشعراء الشباب نتمنى أنه من الشعراء الشباب أنه لا يستعجل يهتم بقصيدته، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ضيفي لهذه الحلقة الكبير والإمبراطور نائل مظفر، حياك الله أستاذ نائل. الله يحييك مولاي، الله يحفظكم. كل الهلا. إن شاء الله هذا البرنامج اللي خلينا نقول البرنامج الجديد ليس رسائل السابق، إن شاء الله يكون برنامج متعلق، وأنا يعني أتوقع على هذا التعلق. الله يعزك ويسلمك. أكو قضية أنا هسه أشرت لها بداية الحلقة، إنه الشعراء الشباب الآن قاعد يثير موضوع الاستضافة، موضوع إنه ظلم إعلاميا. الشباب الآن قاعد يكتبون قصائد تستحق إنه تظهر للإعلام، ولكن الشاعر قاعد يستعجل الآن. باعتبارك إنه رئيس جمعية الآن وقريب من الشعراء الشباب، رأيك بما يطرح الآن؟ والله أنا بصراحة كلمة مظلوم إعلاميا أصلا ما أحبها، ولا أعتبر أي شاعر مظلوم إعلاميا. الشاعر هو يظلم نفسه، وهذا الكلام اللي قاعد نسمعه. يعني بصراحة إحنا من كتبنا والسبقونا من كتبه أو أي شاعر، يعني أكو شعراء بالسجون جاي يكتبون يا أخي، بالسجن بقعر السجن يكتب قصيدة، والقصيدة بيها شيء وتنتشر عند الناس وتداولها الناس، وماكو شيء اسمه، اكو شيء اسمه اداره غير صحيحه. الشاعر عنده اداره غير صحيحه لنفسه. اها. واكو شاعر يا اخي ما عنده شيء، يعني شلون توصل قوه اذا انت ما عندك شيء؟ مثلا هي مو قضيه انه انا اروح، يعني بصراحه يعني انا هواي مرات اشوف مثل شعراء يقولوا لي مثلا انت ما تسلط علينا ضوء. لا والله اسلط، اكثر من برنامج انا مطلع شعراء شباب ويا فعلا. لكنه ما احب هذا للشاعر، ما احب للشاعر انه تعال اطلع قوه، اريد ابو البرنامج هو يروح لك، هو هي قصيدته توصلك للبرنامج بالضبط. اريد مقدمو البرامج هم اللي يبذلون جهد حتى يستضيفون الشاعر الشاب، غير عندك شيء حتى مقدمين. والا انت اسال نفسك ليش انت اسمك ما نعرف وزميلك اللي هو نعرف بنفس جيلك بالضبط بنفس جيلك، ويجوز بمناطق عندنا شعراء يعني نعرفه بمناطق حتى مو من وسط المدينه، بالاطراف ونعرفه وصاروا اسماء على مستوى العراق فعلا. يعني نتمنى من الشعراء أنه يهتمون بكتابة القصيدة، والآن الشعراء الشباب قاعد يهتمون بالتسقيط والانتقاد أكثر مما يهتم بالقصيدة، وهذا الشيء أنه شيء سلبي ورجع الشاعر، ما يقدم الشاعر خطوة نحو الأمام. هذا الجمهور صار يدور الفيسبوك، ما يدور الشاعر ايش كتب، يدور الشاعر ايش حكي. فعلا فعلا الشعراء استغلوا هاي الفرصة أنه اللغط عفواً جاي صعد الشعر أكثر من الإبداع، فظلوا عندهم اللغط صار أكثر من الكتابة. خلينا نستهل الحلقة بقصيدة على ذاقتك إن شاء الله. طبعاً نبتدي بالعراق. تضحك يا وطن، يردوني أحلم بيك. تضحك يا وطن، يردوني أحلم بيك، وترابك ورد ورد للناس طشيت، ومان ونور كلك والظلام انزاح، وبيض من شفن الليل سويت، ولا واحد سكن من شعبك بإيجار، أفقرهم ذهب كل حايط ببيته، وتلقني الاسم الأعظم حتى للأطفال، وفوق الماي شعبك كله مشيت. وردت أحلم صدق، بس عيني بالتلبوم تتذكر جرح والنوم ناسيته، شضية براسي ظلت من حرب إيران، يلش من الحلم لو جفني سديته، أنا ابن الهلهلة بس من رحت للموت، غشيمة ووكلت تابوت شكليته،
ونبني الماكسر ظهر الحرب والجوع ظهر شعر انكسر من طوق بياريت أنا الجفن بكثر أنبني الهلهلة بس من رحت للموت غشيمة ووكلت تابوتي شكليت ونبني الماكسر ظهر الحرب والجوع ظهر شعر انكسر من طوق بياريت أنا الجفن بكثر ما بالخنادق نام ضل ما ينطبق مستغرب ببيته أنا الله الله أنا الجفن بكثر ما بالخنادق نام ظل ما ينطبق مستغرب ببيته أنا الشعب العراقي الخائن المكروه أنا العرب التبرى ومن عروبيته صرت مو خوش أنا الشعب العراقي الخائن المكروه أنا العرب التبرى ومن عروبيته صرت مو خوش صاحب كي صرت دفان كم صاحب بدي بقبره طميته أنا الما عفت خوي ومني جا الطوفان شلت ابن على راسي وابني خليته أنا الكل أنا الما عفت خوي ومني جا الطوفان شلت ابن على راسي وابني خليته أنا بكل الدول نابت رجل وجتاف ياهو اللي ينقلب قمت وتلقيته أنا الجازوني كلهم والظهر متروس فضلهم دم يصب بس أنا غطيته من أخوتي الماء ميزت لمسة بمقفاي وميزة وبالاسم من سمى سميته وطن ما حد يحبك لا أخو لا جار وطن ما حد يحبك لا أخو لا جار كسر ظفره بقفاك الصدر شميته الهول منهم يجي لك والحسن مسموم جريت النفس من باب سديته تذكر من قبل صاروا عليك صقور منهم كم جسر بالماء ذبيته كلهم وقعوا قالوا على الله يجوع وإذا جاء النسر يفترس بزريته ما رادوا شعب بالمحنة كف يصير يسطر كل حلق يحكي على قوميته ولا رادوا شعب مثل الأصابع بيد هذا يحس بلم لو هذا قصيته ولا مرة بحلم تشتم ورد لو ياز غير بالجفن بالموت غير العلنعش بالموت شميته شعبك ما عرف بس مشيت الجناز خلي يمشي بعرس من رجلة بتشيته ولو عظم بلهاتك بس نريد نعيش يجرع دنيته المحتاج تاليته ابلع غصتك واشرب وراهم ماي ترى ابلع غصتك واشرب وراهم ماي واشرب وراهم ماي ترى باقي الفرات ترد لعافيته شحلاتك يا وطن يا بنبياء الله وقبض هاي الأيمة شموع ضاويته يا رب الدول تعرفهم يغارون ليش أحلى الدول بالدنيا سويت الله وتعرفهم الله غدر قالوا ندف عبير المن يا إلهي البير خليت حكمتك يمتحن خاطر عزيزي عيش يا رب امتحن بس رد لقدسيته الله الله عليك كبير الله يحفظك كبير يا أستاذ نائل الله يحفظك سيد الله يحفظك أستاذ نائل صار لك فترة غايب عن الوسط جدا والله أنا مو غايب لكنه كنت منزوج زاوية يعني خلينا نقول زاوية دينية وهاي الزاوية يعني ما يسلط عليها الإعلام بصراحة بشكل مباشر لذلك يعني تشوف نائل ما موجود بالوسط يعني تقصد كتاباتك بعدتك بالضبط نوعية الكتابات يعني أنا بصراحة أدحكي بصراحة أنا صريح حتى بالقصائد هذا شيء متعارف أنا رجل شاعر أعتبر نفسي شاعر للحسين شاعر مذهبي المذهبي أكتب بصراحة فهذا هاي القصائد بحكم الظروف والناس ما تتناقل استاذ نائل بسبب قصائدك الوطنيه تهددت هو طبعا هو يعني ايش تتصور يعني الشر يترك الخير بحاله او يعني البعض الان انا هذا السؤال لربما اكون وياك بصريح البعض يصرح الان بانه الاول بالقصيده الوطنيه بينما نائل بسبب قصائده تهدد بسبب قصائده الوطنيه وكثير من الشعراء تعقيبك على التصريحات يعني احنا نتمنى الناس كلهم يصيرون الاوائل ان شاء الله ما عندنا الشعر مو قوه مو حلبة مصارعه ولا هو ميدان
الفروسية تتسابق بالخيول، لا القصائد أحاسيس. فخلي إن شاء الله الآن الشعر قضية لو مقايضة، والله حسب الشاعر، أكو شاعر عند الشعر يعني هو إحنا جاي نشوف يعني أنا بصراحة خلي أقول لك كل شاعر يكتب قصيدة مثلا يعني يمدح الإمام علي مثلا وما يزعل الشمر، أو عفوا ما يزعل ابن ملجم، يعني أنا أشوف بها يعني تلون أي يعني ما أعتقد أنه قصيدة صحيحة. عندنا فقرة نكران ذات، والله أنا كنت أتمنى بهاي الفقرة أنه أكون حافظ الأحمد الأمطوري الشاعر، تحياتنا لأحمد الأمطوري ويا رب إن شاء الله يرجع بالسلامة. أنا حافظ له أبيات ما حافظ له قصيدة كاملة، ولا كان بودي أنه قال قصيدة كاملة. يا رب إن شاء الله يرجع بالسلامة. إن شاء الله يرجع. لا إن شاء الله ما يرجع. إن شاء الله ما يرجع إذا ما كان واضع قدمه في أرض صلبة. إحنا ما نريد يرجع مثل ما راح بصراحة. قبل لا نأخذ فاصل نسمع قصيدة. حذرتي بس ما يفتهم. حذرته بس ما يفتهم. ظل يلعب بمصران. هسه احنا صاعق واشتعل وبطنك الرمان. اللي يدري بينا نأدبه كان ما يكض لسانه. هو البشر شي يدمره من يستخف عدوانه، والبينا يندك شتفه يقصيده ويجرذانه. لو ماسخك الله رنبه ولا ورطك ويانه. الله او ترمينا من نطلع في شك. يمت الفشق رداني جاهلنا بينا بالطلق ومشلع كثر اسناني. ولو الله يدري ندلي لك حتى ما سواني. ما انت ما صفيته وتقدر تصفي دماني. بس وصفة على الفقرة قدرت والوادم التعبانة شايب رميته وما قل شي يسوي هذا هناني. ما باقي عنده ولا ولد الكم نذر شبانه. اللي عنده ذرة من الشرف ما يرمي هيك اخواني. بس ذاك اللي مخلف ولد يشبه ولد جيرانه. وشاويني الوجوه الحمر ومن النفط سمنانه. الوطن صاير منقلش بيها القصص بردانه. لا عضو مجلس لا حزب لا بن اجا وطفانه. يشم جلدي بالشاش احترق ويباوع الروتانه. من المدى المضمار اذا انتم صدق فرسانه. واحدكم يشده بحبل ويطيح من نحصانه. بس المواقف تنذكر فعل البشر ميزانه. وكل من اخذ موقف صفر يبقى الصفر بامكانه. وما دامكم كلكم صفر لا حد يضل ويانا. من الوطن كلكم عزلوا كل من يسدك يعني. الله اهنيك على شجاعتك وصراحتك القصيد. الله يا كبير يا نال الظفر. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع الكبير الامبراطور نائل مظفر. حياك الله. يا حياك الله مولاي. الله استاذ نائل، بعد هاي السنين الطوال اللي مر بيها نائل مظفر مريت بحاله ملل من الشعر؟ كل يوم. اها والله يعني شوف شنو الملل؟ مرات احنا نعيش بظرف يعني ساعه داعش ساعه كورونا، يعني انت كورونا وداعش والدنيا مقلوبة على راسك، ويجيك واحد بطغان يشفص بمصاريك فوق الضين يريدك تحكي قوة. فيعني تصير ملل ملل والله. ترد على هذا وترد على هذا. أنا ما أرد على أي واحد. أنت حتى ما عندك يعني صفحة بالتواصل الاجتماعي؟ لا صفحة رسمية ما عندي يعني. وبصراحة ليش يعني؟ لأن أدخل الفيسبوك بصراحة أقول لك أغلب ألقى تفاهات يعني ما يخص الشعر. نادرا ما اشوف شاعر الشاعر الفلاني مثل منزل له قصيده وقصيده نستمتع بها او نسمعها ولها مشاهدات وله. لا الشاعر الفلاني حكي على الشاعر الفلاني، الناقد الفلاني نقد الفد وسط صار يعني اشرد من الفيسبوك. استاذ نال انت هم لطتك الحياه فرصه ترتاح بيها؟ لا العراقيين ما عندهم فرصه يرتاحون بها، اغنياهم وفقراء. اللي اعرفه استاذنا مر عاش الفقر بفتره طويله. عشت الغنى وعشت الفقر. عشت الغنى
وعشت الفقر وجربت الاثنين ما ارتاحت. بالنسبة للشاعر نال مظفر مو للإنسان، أكو شعراء إجت ووصلت واستفادت مادة من الشعر، أستاذ نائل يعني ما أشوف ذيك الاستفادة من لا أنا استفاديت ماديا طبعا، ما أقدر أقول ما استفاديت ماديا، بس مو يعني الاستفادة يعني مو الملايين لا يعني مهرجانات يعني بحكم اسمك طبعا تميز بالمهرجان يندفع لك جزء يعني. وأكو كتابات امتنعت عن كتابتها ألوان أو مواضيع. أي طبعا يعني هواي مواضيع، خب أنت إذا تريد تكتب اليردونة بصراحة لا تستفاد استفادات تريدها. أي بس خلينا نسمع فتشي. شو سمع؟ أكو زنجيل كاتبه. أي زنجيل ياهم النعامة قصدك. أي نعم. تدري لما بالرمل راس النعام اندفن؟ طز فصول السنة ان بردن اندفن، مو مثل روحي قطن وهموم بيها اندفن، وما حد رصياطها في داخلي اش قطعت، وش قد امرني الوقت يا صاح وش قطعت، وش كم جرح قط وانا غرقان وش قطعت، بس كون اطلع ردت وطلعت قطعة حزن. الله شاتفني وقتي كتف وحباله بيدي حزن، وزني نصطن ظلم نصطن حزن راح حزن، وبين الظلم والحزن نصين انا من فقر، بالمنفى ذبني الوقت قالوا لي بالمنفى قر قر، من شني تشتكي؟ قلت اشتكي من فقر، بس انا مو من فقر كنت اشتكي من ظلم. الله من ظلم لكن خفت ما قلت انا من ظلم، الوقت ظلم الصبح بي القضي من ظلم، مليت من ظلمتي والوقت بي جرم اجرام ترس السماء، ما شع علي جرم يا رب وين اشتكي، والشكوى عدهم جرم قال الله لا تشتكي، انا الله والشكوى لي مو للبغض حيدر يا عبدي والشكوى لي، وبصوت مؤمن صحت عالبغض والشكوى لي، ولي دربنا عدل عنا جدم منزله باوع امامك علي ناس اش كثر منزله وش كثر، ولي دربنا عدل عنا جدم منزله باوع امامك علي ناس اش كثر منزله وش كثر، سكنه وقصر ما حد علا منزله، بس انا قلبي غرق واستنجدت صاحلي ما مدلي شفر دي مره ولا صاحلي صاحلي يا صاح انجدني وك ما ضل كتر صاحلي صاحلي، لو روحي قطع الصخر وانت غرقت لنجتك شاليش بيها كسرت وتندمت لنجتك، ما ردتك الذبزرك فوقاي من الله لنجتك، ردتك تذبلي حبيب بلكت اكب بالطرف عينك شيني وما بجت سد بنك بالطرف يا جار فازع إلك، بس أنا لك بالطرف وبسيوف جولك أمس وأنا وقفت لك درع، المفروض من غرقت ثوبك تدرع درع وجيش يفزع علي بحري ومشات ودرع شو جندي واحد إجي ومات القلب جا ملك ويا قلبي شفردي مدى كذي جا ملك يدرب ضميره يحط فوق البحر جاملك يا حيب قلبي غرق وما حد حبل تفعلي ويا روحي مثل القلب حرتي شني تفعلي لا تعاتبين الوقت هذا الوقت تفعلي مقلوب ما بيعدل حتى الصدق بيكذب ويا دنيا صرتي بحر ومكتوف وانا بيكذب يا روحي حتى هلك مجبور انا بيكذب الدنيا ظلمه وعصف وما اقدر بجوهره ويا حيب غشني الذي عنا قلت جوهره ترى انا صوتي صدى وهو صدى جوهره بس هالسلام ميزت بين الصدى والفضى الواطي واطي يظل لو صيته غطى الفضى وما الفضى اسمه لان يكبر اذا الفضى الفضى ويصير يا صاحب راس العبد نستل وباسمه يتونس لان انا اللي ونستل لا خلي يسل خنجره من نيده ثق نستله وباسمه لا يفتخر حتى القرد عد سن والعظم قبل انقلب حتى العسل عد سم ملتم ناس عليه بس مو عليه عدسه وعافوني كلهم لان شافوني ما عدي شي وصح انا ما عدي شي ينترد بس عدي شي والصفقوا عالشعل ما صفقوا عدي شي يا غيمه عوف المطر ضل علي ضلي ما اريد اشوف الشمس كبرت علي ضلي بالدنيا المن اضل
بيه شنو ضلي خاطر علي يتمن وانا احتمل منه سنين بحياتي عشت وش حصلت منها لا حصلت منها لي لا حصلت منها لا حصلت لبشر يدفن حيوان دفن الله الله عليك الله الله عليك مولاي كبير يا استاذ نائل الله يحفظك مولاي الله يحفظك وصلنا الى فقره النقد الجريء اكو ظواهر سلبيه كثره بالوسط اريدك تختار ظاهره سلبيه حتى ننقدها من خلالك ونعالج الاشياء السلبيه والله هي هواي سلبيات بس هو يعني بصراحة أتفه ظاهرة سلبية هي ظاهرة النقد النقد اللي طايح على الشعراء والنقاد اللي لا هم أكاديميين ولا يعني يجي صفن صار ناقد وقاعد يشبط على قصائد الخلق ويلعب بقصيدة هذا وهذا وهاي ناس تطلع تشابهات وناس ويعني فد وسط قلت لك هاي ظاهرة تعبانة يعني كلش يعني المفروض أنه أول شيء القصيدة تحترم النقد يحترم النقد يصير لذوي الاختصاص يعني مو ياهل يجي يصير ناقد بروسنا يا أخوان والله ملينا بالله إذا غاب الناقد للقصيدة الشعبية منو إلى حق ينقد القصيدة الشعبية لا هو مستحيل احنا ما نريد غياب النقد احنا نريد غياب العبث وظهور النقد الحقيقي احنا محتاجين للنقد أمس الحاجة للنقد والنقاد بس لكن النقاد الأكاديميين النقاد الحقيقيين يعني أنت جاي تشوف الإسفاف الموجود بالقصائد والقصائد اللي تكفر تسميها قصائد هواي نحتاج نقاد بس يا أخي ناقد أكاديمي وناقد حقيقي مو هو أصلا هو الناقد يراد للنقد فعلا فعلا وصلنا إلى فقرة ما في الذاكرة هذه الفقرة راح نرجع بها ويا شاعر الذاكرة لربما يكون التاريخ مفاجئ للشاعر 1999 الشهر 11 يوم 22 هذا التاريخ شنو يمثل لنا المظفر اي صحيح هاي قصيدة كتبتها وما قريتها اها أو انعرفت يعني هي أكو واي جزء سمعوا بيها بس أنا ما قريتها لا على منصة ولا برنامج ولا كانت من الخواص أها ترافق قصة هاي القصيدة أي كنت عسكري أي واشتاقيت لحبيبتي وكتبت لها قصيدة أها اليوم نسمعها شيء أكيد ما تدخل بيها على المشاهدين إن شاء الله يحبك كل شي بيه اها وكل شي حبيك وما اقدر اعوفك مو بدي تعدى الروح حبنا وطبل الاجسام وحز ظلت خليه تحب خليه الله الله ما اخاف على روحي وانا بالجيش اها اخاف ان لا تخاف انت علي نزع صدر القرص وقت الهجومات ولبست اسمك حرز لايق علي علي دق القصف بس صفنت بيك ما فز الصفن تب مدفعية علي دق القصف بس صفنت بيك ما فز الصفن تب مدفعية تمر بي الشضية وألشح النار وأقول الفات خدك مو شضية ما أقدر أبد أتنكى بسلاح أحس مثل الخيانة بهالقضية لأن بس انت نايم فوق الاجتاف وصعب تاخذ مكانك بندقية الله سر الليل ما أقدر أبد أتنكى بسلاح أحس مثل الخيانة بهالقضية لأن بس انت نايم فوق الاجتاف وصعب تاخذ مكانك بندقية سر الليل كل ما حفظه أنساه واحتارت الوادم كلها بي لحد ما صار اسمك انت يا هواي سر الليل ثابت بالسرير الله يا سر الليل احبك ليل ونهار وعلي كبش السحر والمغربيه يذكرني بحجاب قوس الهلال وفز من صفنتي واخذ تحيه يا سر الليل اسرك سري وارتاح انا بلياك شي طف احتراقي أرسمك على الورق ما أقدر شلون ببياض الورق وجهك والله راقي أحس نفسي غريب بديرة أجناب وحس أنت الوطن وأنا العراقي وحس أن يوم
تسريح من لاقيك وفراقك أشد من الازدحام. الله الله, الله يا أستاذ نايف. الله عليك. الله لو نفرض أنه قدمنا نائل مظفر قدمت 10 سنوات نائل مظفر أين سيكون؟ 10 سنوات من الآن؟ نعم. والله يا أخوي جزاد قدم شعرا شعرا الجزء ذات قديم من 10 أيام تلقاني ميت العراق كله راح يموت. لا عمرك طويل إن شاء الله. أقصد شعرا. شعرا إذا قدمتني 10 سنوات احتمال نعم. ترجعني 10 سنوات. أكو قضية تخص لون نائل مظفر صعب التقليد الآن طريقة الكتابة الآن قاعد أكو أسماء من السهل تكتب على طريقتها نفسها ولكن نائل مظفر من تجي إنه تريد تكتب قصيدة راح تواجه صعوبة. طبعاً هذا بس الشاعر يحس بهذا الموضوع. نعم فعلاً. المتلقي ما يحس بهذا الموضوع. قد يكون إنه إذا ما كانت القصيدة سطحية أو كل ما صار بها يعني قوة السباكة الشعرية وقوة الصورة الشعرية ها طبعا يلاقي أي شعر صعوبة بالتقليد حتما يعني وجوز هوايك وشعراء صعبين واحد يقلدهم يعني فعلا. عندنا فقرة بلا قيود قبل أن ننتقل إلى الفقرة. مشاهدين الكرام فاصل قصير وراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع بلا قيود مع الكبير نائل مظفر. حياك الله مرة أخرى. حياك الله مولاي الله يحفظك. نائل مظفر شنو اللي قيده بالحياة؟ أخلاقي تقيدني. نائل مظفر صريح؟ بعض الشيء بعض الشيء. أكتب بلا قيود كلمة للتاريخ. والله أنا بودي أن أكتب كلمة لمن خلق التاريخ. اللهم إني جهدت أن يكون شكري لك لك على ما وهبتني بأن أسير قصائدي على صراطك المستقيم. وأسألك القبول. شنو كتبت؟ اللهم إني جهدت أن يكون شكري لك على ما وهبتني بأن أسير قصائدي على صراطك المستقيم وأسألك القبول. أحسنت. من شنو أكبر من مخاوفك؟ أكبر مخاوفي صراحة أن يستفحل الظلم حتى لا يبقي للخير شيء. نائل طائفي؟ هاي الكلمة تردد بالشارع كثيرا. طائفي طائفي طائفي. لما أريد أستفسر عن معنى طائفي أنا برأيي الطائفي إذا كان بيدافع عن مذهبه وعن دينه طائفي فنعم أنا طائفي. شاعر عمر القرغلي صرح في أحد البرامج قال نائل مظفر من صار طائفي ما تبداعه. شنو تعقيبك؟ لأن يجوز يعني هي مولاي إذا أنت
تحب شيء، يعني إذا أنت تحب واحد وأنا أجي أقرأ لك قصيدة أمتحة، اعتيادي تقول هاي القصيدة كبيرة. أما أنه إذا أنت تحب واحد وأنا أذمه بقصيدة فتقول أنقص قصيدة بالدنيا، ما عندك أي إبداع، هاي مسألة طبيعية يعني. نال بلا أقنعة؟ بلا أقنعة. أها، أمامك هذا الخنجر، خنجر هواي استخدموه الشعراء حتى أصبح مذموم. بصراحة أنا أنا هواي ضربوني بسيوف وضربوني وما عادوني، بس واحد ضربني بخنجر عالمني، كان كان ابني. وجه الوجه له؟ لا، هو لو حامل الخنجر للأسف دائما غدار. يا ريت يحكي وجه الوجه. منو؟ بدون اسم، يعرف نفسه. اتفقنا تكون صريح. اي، لكنه اكو اسماء تترفع عن تذكرها. اها، امامك ميزان استاذ نائل. نعم. كفتيا ضع اوزان للشعر، القصائد المملوءه شعرا والفارغه شعرا بالطرف الاخر. لا والله انا بودي ان اضع هذا الوزن للشعر، واضع هذه الأوزان للأخلاق. عملاً معقول للأخلاق. أها، أحسنت أستاذ نائل. هواي ظلمت حياتك، هم ظلمت؟ ظلمت نفسي، قد يكون ظلمت هواي ناس اعتقدوا أني ظلمتهم، أنا أعتذر للجميع. منو تتمنى أرثيك قصيدة؟ اللي يحبني صدق، كل من يحبني صدق يرثيني، واللي ما يحبني لا يجاملني حتى بموتي. من الشخص اللي يغير حالتك السيئة أو مزاجيتك السيئة بكلمة؟ زوجتي وحبيبتي. شنو أسوأ خبر سمعته؟ والله هي الأخبار السيئة ما تعطيك فرصة، يعني خبر أسوأ من خبر، لكنه أسوأ خبر كان استشهاد السيد الصدر. بصراحة أمامك هاي السفينة جميلة مو صح؟ طبعا. هواي كثروا الملاليح الآن، ملاليح الشعر الآن. أريدك تخلي لي ربان لهاي السفينة شعرا. والله هي شوف، صعب أن تختار ربان للسفينة، يعني لأنه اتفقنا تكون الإجابة بلا قيود. اي، لكنه لما تختار ربان هذا يعني الكثير، يعني ما أقدر أختار ربان يعني لسفينة واحدة، لأنه إحنا عندنا سفن هواي. أها. يعني وعندنا قادة هواي، يعني قادة للشعر، ممكن كثير من الأسماء نقدر نشوفها قدوة للشعراء، وننصح الشعراء أن يسيرون على أثره. كثير من الأسماء عندنا، بقدر ما عندنا أسماء نحذرهم أن يسيرون على أي اتجاه يمشون به. هاي السفينة تحتوي على 5 أشرعة، مثلها لي حسب الإبداع محافظات. هو من أنا حتى يعني أرتبه بصراحة؟ نال مظفر، أنت كبير. مهما يكون ماكو شاعر إلى حق رأيك الخاص، مهما يكون يكون رأيك الخاص. ماكو يعني بصراحة أنا أحكي لك بدون يعني ما أقدر، ما أخي ماكو أكو شيء تشوفه أنت أصغر من أن يعني مو قوة يعني. يعني أنا ما أريد أصير هذا الشاعر اللي بس يحطون مقابلة كاميرا يحس نفسه ما أدري منه، ويظل يرفع وينصب بكيفه ويقيم من يشاء. ما أريد أصير هذا الشاعر.
كل كل محافظة من هاي تحكي عنها بيها شعراء يجوز أشعر مني وأكبر مني، وكل محافظة لها قدسيتها بالشعر. ما أجي أنا هاي أصعدها وهاي أنزلها بكيفي، مستحيل، ما أقدر يا أخي. أنا ما أقدر. أمامك خارطة العراق. الله. لو نال مظفر خرج مظاهرة، شنو الشعار اللي راح يرفعه؟ والله هو أحلى شعار الرفع الريد وطن. ماكو أحلى، ماكو أحلى منه. أمامك الآن قيود، وأمامك الآن أكف. أريد منك تقيد لي شخصية بحياتك أو صفة أو لون شعرا، شنو اللي راح تقيده؟ والله بصراحة أنا دائما أركز على هذا الموضوع، أقيد النقد الغير أكاديمي. قيد النقد الغير أكاديمي. ويكون أعرف أقيد كل. ليش ما تعرف تقيد؟ والله ما أعرف، وهذا المفتاح من أذب سابع بحار. أها، شنو اللي راح تطلق صراحة؟ طبعا الصراحة الإبداع، الإبداع بدون أي جهد غير مشروع. يعني احنا عندنا هواي اكو اسماء هسه يعني جهدهم بسبب يعني لطلب الشهرة مفرط جدا، يعني بحيث الشاعر صار اكو مرات اكو شعراء يعني تدعي للمهرجان لازم يجيب الكادر ماله وياه وبنيته. يعني يا اخي انا بدي اسمع قصيده انا تسويها لي تمثيليه، انا اريد نص من عندك. هذا جهد. انا اريد قصيدتك بحدها تقراها احنا ليش نكتب صوره شعريه؟ ليش؟ اذا انت ما عندك صوره شعريه تطلع لي صور تمثلها. حبيبي هاي الصور خليها بقصيدتك حتى الناس تشوفها. راح اسالك سؤال صريح، وصلني بالاخص من شعراء البصره. انا كنت حاضر مهرجان عبد الحسين الحلفي، نائل مظفر قرا قصيده من ضمنها بيت يقول: تدرج قد نصت طاحت عبد بالقاع، حسل طفل يقدر يشبخ البصره. منو اللي شبخ البصره وليش انكتب هذا البيت؟ يا اخي احنا نشوفه بهذا الوسط، للاسف الناس تريد تلزم عليك بس اي شيء. يا حبيبي انا ارثيلي ميت، يعني منقول له انت افضل الموجود، احسن شاعر بالدنيا، انت اصدق شاعر بالدنيا، انت يعني هل من المعقوله اجي اقول له انت يعني طاحت البصره لو ما فلان وفلان 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 وفلان؟ يا اخي يا حبيبي انا جاي اقيم شاعر كبير، واريد احسسه انه احنا بلياك. يا اخي اي واحد هسه يموت ابنه يموت ابوه يقول له انا بلياك ما اسوى شيء، يعني هو ما يسوى شيء، لكن لو هاي حرقه قلبه جاي تخليه يحكي، يعني كبرى بعين المقابل. انتم مش بيكم ما ادري، يعني يكون كل بيت تكتبه تحسب له الف حساب، لا تجرح فلان، لا انت ليش تغار منه وهو ميت؟ وهو ميت تغار منه، لا انت تريد تنافسه وهو ميت، نقول طاحت لا انا شايل البصره، هو يا وهواي اسماء، يعني هو انا اذا اكو واحد انضم بهاي القصيده فاول واحد وما حد يقدر ينكر انضم انا، لان الكل تعرف كان عبد منافس الي، فاول ما اذا كان يعني ما كان منافس لفلان ولا لفلان ولا لفلان. شنو اللي يزعجك بالوسط؟ والله بالوسط يزعجني الوسط. ضع عنوان لحياتك استاذ نال. صعب. السائر. في طريق. شوفك تألمت. اي حقيقة هذا حياتي صعبة، يعني وكأنه كني امشي
جبل صوان يعني قوة تنفذ من عنده. هيك الحياة عندي صعب. أنت قوي أستاذ نائل وكبير. حتى القوي مرات يتعب من القوة. مو كل الأشياء لازم تاخذ بالجهد. أحتاج أن ألقى شيء سهل. ما جاي ألقى شيء سهل بالحياة للأسف، وأعتقد أغلب العراقيين هيك. ماكو شيء سهل، لازم يجهد بي، لازم يتعب، لازم نريد نعيش مثل الناس، نلقى الحياة بسيطة. أبداً ما جاي نلقى. نختم بقصيدة بلا قيود، ايش راح تقرأ لنا؟ صار قبالي الخنجر. أها. لوحة وبعدين القصيدة. اللوحة بالبداية قلت له بيرانة. نعم. وإذا تحفر لي ما خاف، وإذا غمجت أحسن، يكبر البير. الله. بس إش ما تغمج أنت خسران، لأن صعبة طلعتك كلش تصير. أحضرك لا تدم صولات الصقور، لأنك بيضة بعدك ما صر الطير. سويتك صقر وطيتك جناح، تتنادس على الما يعرف يطير. ليش الما تشيله بغيب تشيل، وعليه كل ساع نازل يا أخي ما يصير. ثلث ريشات لازقهن على كفاك، اشتقل للناس بيهن شلت البعير. تأدب واحترم لا تغلط، اياك رجعك للصدق. بيضة عصافير وما تأدب. لا. قلت له سويتك جبل، أي. بس بعد ظهرك طين، أو نفخ جاهل عليك وطشرك كلك. أها. ضم روحك بديك وابكي جوا القاع، وإذا ترجع تخضر حصوة أحسن لك. صنعتك للعب بوراق مسودات، وطرت فوق الجبال وشفي صفق لك. ولك خيطك بصبعش غرك على الناس، صبع الصحدك ما يقدر ينزلك. يقدر. سحبتك حتى نفعك لأن جدتك ريح، تعاندت ويا نفسك وانقطع حبلك. وطحت ونوحدك، حسبالك انت تطير، لو هيت السمك اطار والقبلك. الله. اوصلك للعنب ما تلزم العنقود، ايديك مكتفة وفشلت لي وصلك. مو شدت حبل مشدودة ايدي بايد، حلال المشاكل ما رضى يحلك. شنك بيك جدري وانا حاير بيك، دواك تفل عليك وتفلت الزعلك. يا غصن العوج تقبل تظل معوج، لو تقبل نعوجك خاطر عدلك. الله يا استاذ نائل. الله عليك. شكرا لصراحتك. الله يسلمك. طبعا قد يكون بهاي اكو فد مفردات مو حلوه. نعم. لكنه اكو فد شيء حتى تعرف احنا الناس. اتفقنا بلا قيود. اي خلي تعرف الناس شيء ترى بالهجاء، قصيده الهجاء تختلف يا أخي. قصيدة الهجاء تتحمل مفردات، بس على أن تكون الصياغة مالتك صياغة يستوعبها الإذن، تستصيغها الإذن، وإلا كمفردة تستوعب مفردات قبيحة، لأن أنت أصلاً جاي تهجي، يعني خو مو معقولة تهجي بورد. فعلاً. ممنون من تواجدك. كلمة أخيرة ناسك وجمهورك. الكلمة الأخيرة، أولاً نشكر هذا الكادر الرائع اللي خلف الكواليس اللي أجهدناهم معانا، نشكر الجمهور اللي أثقلنا مسامعه. الكلمة الأخيرة سيد، أنا أحبك. الله يعزك. والله كلش أحبك. الله أفضل شعر. كلمة راح أحتز بيها بحياتي. الله يحفظك. والله والله مو مجاملة ولا أي شيء، ولا يعني أنا كلش أحبك. و استاذ نائل يعني انت كبير وخيمتنا، ربي يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لحسن المتابعه والاصغاء. انتظرونا بحلقه جديده من برنامج رسائل. كونوا في امان الله.